الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين، صلى الله عليك وعلى ابنك الحسين الشهيد، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا، عادة ما يفرح الإنسان عندما ينظر إلى هلال في السماء، فهو هلال عيد الفطر، ولكن هلال المحرم يغلم قلب المؤمن، حيث أنه يتذكر ألم الإمام الصادق والكاظم والأئمة عليهم السلام من أول شهر المحرم. كم يا هلال محرم تشجي، المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوم بهزدلفت غاته ميت كي تشفين من الحسين ظهورنا. نادى على علم معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا هيا ما نال تغسيلا ولا تكفين. عندما نذكر نسوان وبنات الحسين نذكر عبارة السجاد عندما قال: الآلم والذي ألمنا أكثر هو الشام الشام الشام، وسرايا بنسوتي على عجف المطر هيا هيا تطوي سهولا بالفلا وحزونا. يا نايا أو مثل زين
هي بنت محمد برزت خاطب شامتا ملعونا نثرات وأنت كذلك انثر دمعتك كما نثرت زينب نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكت لؤلؤا مكنونا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس مخلصا ومخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى الثانية بأعلى صوت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس نافعا في دنيانا ونافعا لآخرتنا مغيرا لأحوالنا في دنيانا هذه الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع النظرة الأولى للأديان تبين أن في الأديان اختلاف مسلك واختلاف فكر من الناحية التبليغ وعدم التبليغ في الأديان. فهنالك في بعض الأديان بمجرد أن تدرس هذا الدين وهذا المسلك وهذا في الواقع المذهب أو الدين ترى أنه يفكر بحالة التبليغ كهدف أو لا يريد التبليغ أبداً ولا يهتم بهذه الجهة أبداً. فمثلاً عندما نقول المسيحية تبشيرية هذا التعبير في الدراسات في الأديان السماوية تعبير مهم لأن المسيحية تبشيرية تبشير لا بمعنى فقط البشرى بمعنى ماذا؟ بمعنى الحركية والدعوة وأن تذهب إلى الناس وتقول تعالوا إلى هذا الخط وهذا الصحيح هو دعوة إلى الناس دعوة الناس إلى ذلك الدين أو إلى ذلك المذهب. وفي بعض الأديان لا هذه الحالة مفقودة الاعتبارات كثيرة الأدلة كثيرة لا تهمنا ولكن الإسلام كما يعلم الأحبة الإخوان الأعزاء أخواتي الفاضلات الإسلام قطعا حركة الدعوة فيه ضروري ولذلك من أول حركة وبعد البعثة بممكن ساعات أو أيام يخاطب الله عز وجل نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه قم فأنذر يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم. لماذا؟ لأن هذا الدين أصله هو أن يكون ديناً إنسانياً عالمياً للكل لا أن يقتصر المرء بالدين. تعرفون الأنبياء والرسل التعريف المعروف عند علماء العقائد عندما تقول نبي ليس كالرسول فالرسول عنده رسالة إضافة إلى النبوة والنبي لعله نبي لنفسه نبي لمجموعة نبي فقط نبي لنفسه وليس لديه دور كبير رسالي. نعم سيدعو الناس ولكن ليس لديه رسالة. على كل حال الإسلام دين يعتبر الدعوة من أساسياته والكرم والعطاء إذا كان في المال والمادة مهما في الدين فالعطاء والكرم في القضايا الروحية والخلقية أهم في الدين الإسلامي.
يعني السكوت عن معلومة لعلها لو نقلتها إلى مجموعة تغير مسار تلك المجموعة، السكوت هذا ظلم، والروايات كثيرة في هذا المضمار. أنت تعرف مسألة، تعرف إذا نقلتها إلى جماعة في المسجد هنا أو في مؤسسة أو في مكان أو في بيت أو في عائلة تغير المسار، من واجبك أن تنقل الفكرة ولا تستطيع أن تترك أو تهجر. في البحار، في سفينة البحار، ذكر الشيخ عباس القمي سفينة البحار كتاب مهم، لأن البحار صعب المنال لأي شخص، ولكن سفينة البحار يختصر هذا الوصول يختصره. يذكر أنه رجل عابد ساخت به الأرض لأنه رأى أولاد يعبثون بدجاجة وما أدري شنو، يعبثون ويعذبوها وكذا، وهو ذهب إلى عبادته فساخت الأرض به، الرواية تقول. على كل هذا المضمون موجود كثير، أنه الدعوة هي أس أساسي في الإسلام، والروايات تشير إلى ذلك، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك. الدعوة طبعا عندما نقول الدعوة يجب أن يكون مضمون الدعوة واضح، وإلا الدعوة عن فراغ ما إلها معنى. الآية القرآنية التي تلوتها على مسامع الإخوان الأعزاء، من أجل ذلك كتبنا. طبعا الطبرسي قدس الله نفسه يذكر بعض التفاصيل، ولكن اختصارا لدخولنا في الموضوع حتى ما نخرج عن موضوعنا ما أريد أتطرق إلى، بمعنى لأجل ذلك، أجل بأي معنى. على كل حال أنتم تقدرون ترجعون وتشوفون أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آية معروفة وكثير من الناس حافظيها. الطبرسي يجيب أوجه خمسة لهذه الآية، إذا رجعت للتفسير يجيب أوجه خمسة لهذه الآية. قبل أن أدخل في الآية، تذكروا الرواية المعروفة عن أمة الهدى عليه السلام، أحيوا أمرا. الآن كل واحد يجي يقول لك أحيوا أمرنا، أنا أشرح لك ما معنى أحيوا أمرنا. واحد يعبرها بأنه أحيوا أمرنا يعني أذكر فضائل، واحد يقول لك لا، إحياء أمر أهل البيت هو في إيصال رسالة الإسلام، كل الإسلام، كل مجموعة مخزون الإسلام يتجسد في أهل البيت عليه السلام. فأنت في الواقع إحياء الأمر هو إيصال فكر الإسلام للناس. والحسين أبو عبد الله سلام الله عليه إذا أفدى نفسه وعياله وأولاده وإلى آخره في كربلاء لم يكن إلا لإحياء الإسلام. وهنالك على كل حال كل شخص يميل إلى فكره، وأنتم الآن اليوم تشوفون مع الأسف الإنترنت يبين أنه العدو يقدر الآن يستثمر الفرصة، مع الأسف، لأنه بمجرد القرب من محرم بدل إحياء الأمر ذهبنا إلى مآرب أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، اتجاه الفكر الذي يجب أن يصرف، لأنه تعرف هاي إنرجي، يعني هذا طاقة الفكر والكتابة والتأليف والمحاضرات، هي كلها طاقة. هذه الطاقة يجب أن تصرف في إحياء النفس، في إحياء الإنسان، ولكن تراها تصرف في قضايا واقعا ما أنا ما أشوف العبد الفقير ما أشوف لها قيمة، وتصرف والناس أيضا تصرف أذهانها وفكرها. أنا أقول من هذه المقدمة قبل أن أدخل في ضم البحث، في هذه الأيام إخواني الأعزاء رأيي المتواضع، لا تشغلوا أنفسكم بهذه القضايا، اذهب إلى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، واطرق باب الحسين، واسأل المولى عز وجل بحق الحسين أن يغيرك في محرم الحرام، أن يحسن خلقك في محرم الحرام، أن يهذب بصرك في محرم الحرام، أن يهذبك في السماع إلى الحلال في محرم الحرام، أن يهذب الأخت الفاضلة بأن لا تتزين بزينة محرمة، بأن لا تهتم بالظواهر بل بالبواطن بل بالحقائق، خصوصا أمام الرجال وأمام الغير.
الهدف يكون واضح، نحن نريد مدرسة الحسين لنصبح إنسانا، ليصبح المرء إنسانا، إنسانا كاملا. أما الآن ننشغل في محرم، وكثير من الناس يقعون في فخ الشيطان، ينشغلون كل محرم، هذا هيجي قال، هذا هيجي قال، هذا القول كذا، أنا مقلد هيجي يقول، مقلد فلان هيجي يقول، هذه الشعيرة لو مو شعيرة، هذه تدخل لو ما تدخل. وأنا حتى شفت الخطباء بعضهم تأثر بهذه الأجواء. لا، ما عندنا وقت، إحنا إيش قدر حنعيش؟ أيام قلائل أشهد الله، وكم من الناس هجرونا. الآن أتحدث وياكم، والسنة القادمة إذا الله طانا عمر نشوف نعد نفسنا موجودين غيرنا موجود. هذا الواقع، نحن والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الآن أصرف وقتك في أنه هذا شنو قال وهذاك المرجع شنو، هذا المراجع كلها واضحة فتوى. الإنسان اللي يعتقد بالتقليد يقلد وخلاص، هذا مسؤولين بعد، ما عندنا أكثر. نهذب أنفسنا، نتمركز، نمركز هذا الذهن على تغيير أنفسنا. يا حبذا لو تشجع الشباب في هذه الأيام أن يحضروا، أنا أحاول أبسط البحث حتى الشباب هم يفتهموا إن شاء الله، لأنه هؤلاء ثمرة فؤادنا، هؤلاء هم شباب رجال المستقبل شبابنا. على كل حال، الأقوال في هذه الآية، من أحياها فقد أحيا الناس جميعا. الأقوال خمسة، للاختصار جبت أربعة، الآن دا أشوف الساعة ممكن حتى الأربعة ما نتطرق إلى تفاصيلها، نشير إشارات. الأول، معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان، وقد وترهم وترى من قصد لقتله، كأنه قتل الناس جميعا، لأنه قتل شخصا بظلم، فكأنه خصمه كل الناس، وكأنه قتل كل الناس، أو الناس كلهم في المقابل يجب أن ينتقموا منه. هذا تعبير. طبعا هنا يقول ومن أحياها من الغرق أو الحرق أو الهدم أو ما يميت لا محالة أو استنقذها من ضلال فكأنما أحيا الناس جميعا. واحد يغرق تقترب منه تأخذ بيده. هذا مع الأسف يألمني من الآن أتذكر قضية منى، امرأة ورجال كثيرون، ولكن امرأة شهادة تقول 4 ساعات أنا بالأرض بين الموت والحياة، وأنظر إلى رجال يمرون من هذه الناحية وتلك الناحية وينظرون إلينا ونحن آهات الموت على شفاهم المساكين آخر أنفاس، ويلوذون ويستغيثون ولا مغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أحياها فقد أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا. ما هي القضية؟ ما هي المشكلة؟ بتصوري والله العالم، بتصوري أن المشكلة في نظرة الإنسان للإنسان. عندما أنت تنظر إلى أخيك بأنه هذا في جهنم وهذا كافر، لأنه ماذا؟ ما عنده الرداء اللي أنا عندي، ما تارك اللحية اللي أنا تاركها، أو يعتقد بولاية علي بن أبي طالب، أو فهذول كفر في النار. بل حتى السني مالكي في النار إذا ما كان مثلي في النار. هذا الفكر نحن كم علماؤنا نعتز ونفتخر بهم، أنه في مساجدنا في مؤسساتنا علماؤنا علمونا أن السنية حبيب لكم، وهذه أقولها في كل مكان، لأنه يتيم ولا نخجل من هذا القول. هذا أخ يتيم يحتاج إليك. الآن أذكر لك اليتيم بأي معنى ذكر أهل البيت عليهم السلام. ولكن لماذا ترك هؤلاء الرجال والنساء على الأرض بتلك الحالة حتى أحرقتهم الشمس؟ هذا الجلد مالهم وقع، يعني حالة واقعا مو طبيعية، وآلاف مؤلفة. أنت رجل واحد وبعدين يخلو لك مشهد بتلفزيون مسيحي لبناني، يخلو لك مشهد بأنه أجلكم الله حيوان رأى سمكة، شايف سمكة إذا تموت لأنه مي قليل عندها، يشيل مي ويرمي على السمكة، هذا يحيي سمكة، حيوان يحيي سمكة، إنسان لا يحيي إنسان،
وهو يدعي وحدة القبلة ووحدة الكعبة ووحدة القرآن ووحدة والمعبود الواحد والقرآن الواحد والنبي الواحد، هذه واقعا ظاهرة خطيرة إلى أبعد الحدود أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. ولكن بعكس هذا المعنى، وهذه مقالات كتبتها أيدي مسيحية وأيدي لعله في بعض الأحيان لا دينية لائك، كتبت أنه في الأربعين مع نواقص الموجودة ولكن في الأربعين أي كان زائر الحسين يضعونه قرة عين له، مو أنه يقع على الأرض ما يشيله، لا تعال شوف أنا الآن تفاصيل ما أريد أذكرها أدرى بالمعنى. هذه جهة طيبة، أنا ما أقول أنه هذه فقط، نعم الجهة الفكرية والعلمية مهمة، ولكن العلم بلا إيمان، العلم في الواقع الذي يحمل غرورا وكبرياء يؤدي إلى ذلك المعنى. الإنسان يعتبر فقط أنا والغير كلهم في النار ويترك هؤلاء في الأرض، فكأنما أحيا الناس جميعا وهؤلاء ينظرون إلى المئات كيف ماتت أمام عيونهم. وثانيها طبعا عن مجاهد والزجاج، واختاره ابن الأنباري هذا القول، وهذا المعنى مروي عن أبي عبد الله عليه السلام، مهم هذه المسألة. ثم قال: وأفضل من ذلك أن يخرجها من ضلال إلى هدى. مو أحيا الناس جميعا فقط ماديا، أن يخرجها من ضلال إلى هدى. أرجوك قف معي دقيقة بهذا المعنى، لأن الإنسان إن أحييته ماديا فقد أحييته ليعيش سنين، صحيح وهذا إلى قيمة قطعا، بس الإمام ماذا يقول؟ هذا ما إلى قيمة، ده يقول أكو شيء أعظم وأهم، فهو خلود الإنسان، لأنه بعد الموت سيحمل ماذا؟ النتيجة ستكون في ماذا؟ ستكون في الحياة التي عاشها، العقيدة التي حملها، الفكر الذي حمله إلى آخره. إذن الإمام عليه السلام عندما يقول هذا أفضل، لأنه هذا الذي يخلد به الإنسان. أنت ابنك إذا نقلت إلى الإيمان أفضل، أو تنقل القدرة على العيش وتعطي معلومات وتدخل بالجامعات ويصير أفضل طبيب بالعالم، أشهر طبيب في مونتريال بل في كل كندا. ابنك أنت أفضل طبيب في كل كندا، بس ما تقول له أكو الله، يقول لك بابا هذا الموضوع غير ثابت. أنت ربحت؟ لا أبدا، أنا على المنبر ما أريد أقسم بالله، ولكن بعد هذا قطعا خسران. ابني أفضل طبيب في كندا، أفضل مهندس في العالم، ولكن لا يعتقد بوجود الله، ميت. هذا مو حي. إذن هذه الجهة هي الأهم، فقد أحياها، ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. الجهة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني يقول إن معناه من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا. فقط أذكر بعد ما أقف الوقت يداهمني، أي يعذب عليه كما لو قتل الناس كلهم. ومن شد على عضل نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا في استحقاق الثواب عن ابن عباس. هذا قول ابن عباس القول الثاني. إذن يقول من أحياها أي أحيا نبيا، بس هذا القول احنا لما نشوف القول الاول قطعا يكون افضل عندنا، مقبول اكثر عندنا من القول الثاني على كل حال. وثالثها ان معناه من قتل نفسا بغير حق فعليه مأثم كل قاتل من الناس. هذه اشارة مهمة، تجي انت على مونتريال تعلم الناس على سنة، تلقي في اذهان الناس سنة، سنة انه مثلا فلان عمل هو مزين وهو في الواقع زين، هذا العمل هذا مبارك وجيد والرواية تذكر، فأنت تحمل مسؤولية حرمان كل الأمة التي علمتها إلى يوم القيامة. والعكس صحيح، تأتي إلى مونتريال تعيش لك فترة 5 سنين، تحمل صفات طيبة في قلبك تنقلها إلى الأحبة في المؤسسة في المسجد في المنطقة، هذه المسائل يعمل بها إلى يوم القيامة لك الثواب معها. فيقول الذي قتل في الواقع هو هذا القول الثالث، سهل عملية القتل وسن سنة سيئة. يعني الآن أنت لما تقول ليش هابيل وقابيل، ليش نحمل هالقد مسؤولية كبيرة على قابيل؟
لأنه هو فن سنة نضع نهج. ليش أحمل مسؤولية بعض الملوك في التاريخ اللي قتلوا فلان مرجع؟ نقول هذا الملك كان ظالم جدا. لماذا؟ طب المرجع يعني شنو القضية؟ الآن عندنا بعد هذا الشخص عندنا مراجع قتلوا، يقول لك لا، ذاك نطل جرأة، ذاك فتح المجال. السنة الذي يفتح مجال أعظم، سواء في الخير أو في الشر. في الخير فهو أعظم مسؤولية، عفوا أعظم ثوابا، في الشر أعظم مسؤولية، أكبر مسؤولية. ولذلك يقول، يشير إلى الرواية: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله. هذه الرواية معروفة بعد، حتى السنة يعرفوها، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا القول الثالث. من تعبكم القول الرابع: إن المراد فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول. يعني عند المقتول بعد خلص أنهيت وجوده أنت. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. أنت أنقذت هذا الرجل، هذه المرأة من الموت، فكأنه أحييت الناس كلهم خلاص، لأنك أنت أرجعتهم إلى الحياة. هذه جهة كذلك رابعة، ولكن نحن نرجع إلى أقوال المعصومين. الآن ننظر بمعيتكم إلى روايات عن المعصومين عليهم السلام حتى تتضح هذه الفكرة. أنا طبعا هذا مطلع بحثنا سيكون إن شاء الله، لأن إحياء النفس هو أمر مهم لنا جميعا. إذا الآن العبد الفقير جيت إلى مونتريال، أنا ما جيت حتى أحيي، جيت حتى أحيي نفسي، ما أفكر بأن أحيي غير. أولا أحيي نفسي، إذا تعاضت بقول، بحديث، برواية، بآية، فسيؤثر إن شاء الله على المستمع. وأنت أي الأخ الحبيب، يجب أن تفكر بهذه الجهة. لذلك أحد العلماء قال لي هذه العبارة، وفي وقتها جرحني لأنه كان قاسي في هذا القول. عندما نقلت له قصة، قلت هذه القصة سمعتها من فلان في قوم وعجبتني للتبليغ تنفعني، فهو قال إنه أولا انتفع بها أنت، ثم فكر بأنه للتبليغ تنفع أو لا تنفع. لا تفكر بأنه الآن أستعمل هذه في التبليغ. في بعض الأحيان نحن نجمع القصص فقط للنقل، يعني أنت لم تستوعب، أنت لم تفهم، أنا لم أفهم، لم أستوعب، ولكن أريد أن أفهم الأمة. وفي بعض الأحيان سبحان الله، الله كريم، الله شغلته غريبة. بعض الأحيان الناقل ينجي الناس من الضلال وهو يروح إلى الضلال. في كثير من الأحيان هو يطلع الناس من الضلال بس هو يقع في الضلال، ضلال الكبرياء، ضلال الغرور، ضلال حب الدنيا والأمراض النفسية الأخرى اللي كنا مبتلون بها. طيب، هنا الرواية الأولى التي أحببت أن أشير إليها لهذا المعنى في النظرة إلى سؤال هو: من الأفضلون عند الله؟ نريد نعرف الآن إحنا أنه كيف يجب أن نكون الأفضلون عند الله سبحانه وتعالى، بعد الإشارة إلى من أحياها فقد أحيا الناس جميعا. أريد أن أحيي نفسي وأحيي غيري، هذا هو الهدف من ثورة الحسين ولا غير. الإمام الحسين سلام الله عليه، المصيبة هي هنا أنه البعض نفكر أن نحن نحيي ذكرى عاشوراء، ينسى أنه يحيي وجوده بذكرى عاشوراء. وهذه عبارة أعجبتني من البعض نقلها لي: الإنسان يحيي نفسه، يحيي الإيمان في وجوده، يعيد النظر في حياته، يجدد النظر في مسلكيته ببركة عاشوراء. هذه التناقضات التي نعيشها لا يصلحها إلا القضايا العاشورائية، أما شهر رمضان، أما عاشوراء، هذه الفرصة التي تصلحها. كم منا يعيش التناقض، حب الحسين حب الحسين، ولكن عملنا في بعض الأحيان كما ذكر بعض الأحبة الغش والكذا والكذا والكذا، ولكن عندما نصل إلى الإمام الحسين بأبي وأمي والدمعة على الخدين، نعم نحن نحترم الدمعة وقطعا مهمة، والأئمة أوصل هذا متفق عليه لا يشك فيه رجل ولا عالم ولا مجتهد. هسه بعض التفاصيل، بعض الكلام بها ممكن فروقات،
ولكن مقدار الجزع والبكاء والحزن الشديد على الحسين سلام الله عليه هذا قطعيات الموضوع. المسائل التي أويدت بالقرآن ونص القرآن، لما نشوف نبي عميت عيناه فقد بصره من بكاء على ابن حي ويعلم أنه حي يرزق، ولكن هذه العاطفة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، بالعكس. ولكن الدمع ليست كل شيء، فكما يقول البعض عمر بن سعد عليه لعائن الله المطرود من رحمة الله، هذا القاتل للإمام الحسين، هذا الرجل يقف يبكي عندما تحدثه زينب. القتلة عندما وصلوا إلى الكوفة بكوا بكاء شديدا عندما خطبت عقيلة بني هاشم، عندما رأوا المواقف، عندما. إذن هذه حالة تناقض كبيرة، فنحن يجب أن لا نكون متناقضين. أرجوكم التفتوا إخوان الأفاضل، كثير من الناس لأنه متناقض ابن ميجل الدين، مو لأنه هو مو مؤمن، لا، أرجوك التفت، لأنه متناقض، عنده إيمان بس أعمال تخالف بعض النظريات الإيمانية التي يطرحها، فالابن ما يجي بعد، خلص الابن البنت تبتعد. الرواية الأولى، من الأفضلون؟ الإمام الهادي عليه السلام يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله، ما رح أوقف على كل الرواية بس أرجوك التفت، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. أعيد العبارة، والمنقذين يعني العلماء، الإمام يشير إلى هؤلاء العلماء الذين شنو؟ المنقذين لضعفاء عباد الله، مو ضعيف جسمه ترى، مو ضعيف بصره، مو شكله تشوفه تقول هذا ضعيف، لا، رجل كامل متكامل، ولكن ضعيف في إيمانه، ضعيف في عقيدته، ضعيف في أساسه. والمنقذين لضعفاء عباد الله، هذول يدخل بهم حتى الإخوان السنة، كثير منهم يقعون في يد النواصب. اسمع، من شباك إبليس، مصيبة، كم شبكة، كم فخ، أول فخ هو إبليس غير النفس، احنا السنة الماضية تحدثنا بالتفصيل عن النفس، لذلك أنا ما أريد أدخل نفس المدخل، ولكن هنالك إشارات أخرى. النفس أعلى عدو، نفسك التي من، بل غير النفس، إبليس بعد، مردته بعد، النواصب. النواصب يقول لك ليش شيخنا، شنو مقصود النواصب؟ بعدين الإمام يكمل: لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها. الآن اليوم أنت انظر، لولا بعض الحركات الرائعة من بعض مرجعياتنا أو من مراجعنا العظام، فلنقل العبارة أدق، لولا بعض الحركات الدقيقة الحكيمة من بعض مراجعنا، مو اليوم، اليوم بحكيك بالتاريخ، من الشيخ المفيد إلى الشيخ الطوسي اللي انتقل إلى النجف، والحليين وغيرهم العامليين والمكيين والكركيين وكله هؤلاء كلهم، نحن كل هؤلاء علينا أن نؤدي واجبا تجاههم، هؤلاء كلهم قدموا لنا ونحن لم نقدم كما يجب تجاه مسؤوليتنا أمام الله عز وجل. هؤلاء خدموا، هؤلاء ألفوا بدمائهم، بمظلوميتهم، بغربتهم، هؤلاء هم الذين كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. هذا الإمام الهادي يقول هذه العبارة. إذن هنالك قضية إحياء، إنقاذ، إخراج من الضلال. لا تقول إنه فلان صار هيك فكرة عقيدته، شو نسوي له بعد؟ لا، هذا خطأ. يستاهل الإنسان يدعو إلى البيت، يسوي له وليمة، أخت فاضلة كانت محجبة شالت الحجاب، أختي الفاضلة اسمعي جيدا،
يستحق أن إذا كنت عندك القدرة عندكم القدرة يستحق الموضوع أن تدعيها إلى البيت، تهتمي بها، تتحدثي معها، تنظري إلى الثغرات، تصلحي فكرها، تغيري نهجها. هذا الأمر كذلك للرجال وارد، للأطفال وارد. الإبن إذا كان يروح إلى ضلال يستاهل تسوي سفرة خاصة إلى تروح العراق تقعد 3 أشهر تصرف فلوس 20,000 دولار بس ترجع. إلى هذا يرجع. بعض الناس يقول الشيخنا شو سوي هذا بعد تأثر أجواء وكذا. أنت يستاهل 50,000 مو 20,000 بل كل ما تملك إذا قدرت ترجع العقيدة إلى ابنك. أنت الذي فزت. المال شنو المال؟ شنو قيمة المال؟ مو إذا واحد صار عنده ابنه مرض رح يقتله جاهز يبيع بيته ويداوي ابنه؟ بالله عليكم أليس كذلك؟ ليش للدين إحنا ما حاضرين ندفع فلوس؟ بمجرد ما يصير قضية الدين الهدوم، السينما، المادري، الكادو، الفوياج، الفاكونس، هذا كله ما عندنا أي مشكلة، كل الفلوس على هذا المشاريع. بس تعال قول له الآن هذا أستاذي حفظ قرآن، هذا أستاذي أدب الدين، هذا كذا. هذا بالعكس إحياء النفس، هنا هذا المعنى، تخرجه من كيد، من مصيدة الشيطان، من مصيدة النواصب. طبعا هنا أريد أشير إشارة، النواصب شنو يعني؟ النواصب اللي يربوا شبابنا على العداء لأهل البيت وعلى محو ذكر أهل البيت. أنا قبل البارحة، مو البارحة العفو، قبل البارحة، أنا تخبط علي الوقت، البارحة وصلت الظاهر، نعم البارحة وصلت. فقبل أن أجي بالمطار في فرنسا رجل جزائري كبير مسن ومع شاب 30 سنة ممكن عمره، ذكرت لبعض الأحد، قال لي أنت سني أو شيعي؟ طبعا هذا سؤال موضة صاير، هذا طبيعي أول سؤال، بس يسمع لهجتي يعرفني مو مغرب عربي مباشرة يريد يعرف سني أو شيعي. هذا اللي ترك لنا الميديا، هذا المصائب اللي أدت إليه. ولي قصة لكم إن شاء الله عن كاليه، حدود بريطانيا، لي قصة لكم ترتبط ببحث كربلاء وبحث عاشوراء. مصيبتنا 300 شيعي عراقي هناك بالخيام بحالة مو طبيعية، والسوريين من حواليهم الخيام مخلوطة. حتى رجل من الرجال قال لي أنا كنت بالموصل، رجل سوري قال لي اسمي كذا وأنا كنت بالموصل، عفوا عراقي، قال لي أنا كنت بالموصل مو من السوريين، غير السوريين، وقال لي كنت ويا الجماعة بكل وضوح، قال لي كنت ويا الجماعة وشايفني شيخ شيعي يباوع على الخواتم. احنا ما دخلنا بالعمامة باعتبار هسه هذا الموضوع آخر نتحدث، ارجع للقضية الأولى، هذا موضوع ليلة أخرى أتحدث عنه بالتفصيل لأنه واقعا ألمني. هذا الرجل الجزائري قبل أن نصعد بالمطار، إحنا بالآخر المراحل اللي نوصل للمطار، قال لي أنت شيعي ولا سني؟ قلت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال فهم أو أحاس على كل حال شوية الحديث، واصلنا الحديث، قال من أي مدينة؟ قلت له وادي من كربلاء، عادي وراح يعرف شيعي ما عندي مشكلة. بالنهاية اليوم صار لازم تقول له شيعي وتطلع في الطريقة تفهم أنه شيعي مسلم مو كافر، شيعي ولكن مسلم، لازم تثبت له. اليوم بعد ماكو فائدة تقول له سني وتمشي وخلاص، وهذا لا، أفضل تقول له أنا شيعي وتثبت له أنك والله مسلم، تؤمن بالله وتؤمن بأهل البيت، تؤمن بالله وبالرسول القرآن وبأهل البيت وهذا. زين هذا قلت له كربلاء، قال لي ها مدينة الشيعة الإمام حسين الشيعة، قلت له لا ما تقول هذا الكلام. هنا لقيت ثغرة للحديث مع هذا الشاب، هذا الشاب غسيل دماغ النواصب دا يصير. التفت شو قال، قال الحسين مال الشيعة، قلت له الحسين مال المسلمين، الذي لا يعتقد بأهل البيت فهو خارج عن الدين. يا آل بيت رسول الله، الشافعي حبكم وفرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم من عظيم، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الحسين ليس للشيعة حتى أنت، قال إيه صح 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 صح، بسرعة بسرعة صار عنده ردة فعل، قال إيه صحيح، أهل البيت أهل البيت. الجزائر إحنا صار عندنا فكرة نسوي مؤتمر في باريس فقط الحديث عن حب أهل البيت في الجزائر.
أكو تراث أشعار مؤلفين كتب علماء عطاء في الجزائر عن أهل البيت، في المغرب عن أهل البيت، أماتوه دفنوه، هذا هو الواقع. زين لما قلت لأهل البيت قال لي صحيح أهل البيت، بعدين شوية ضغطت عليه حتى شوية يفيق. طبعا مو ضغطت عليه بالطريقة السبابية والشتامية أبدا، ولا نعتقد بها، ولا أهل البيت أمرنا بها، بل نهوا عنها. طلعت له المصحف، عندي قرآن مطبوع بالحجاز مكة، طلعت له قلت له شفت القرآن؟ أبو بدي بابا علي، قال شفت بابا بالجزائر، هسه ما أعرف أقل، شفت بابا هذا الشيعة؟ قلت له قرآن من قرآن. بعدين قال لي أرجوك فلان سؤال، قلت له إيش؟ قال شفت بابا؟ قلت له هذول الشيعة. هو كل كلمة أقول يباوع على ابني، يقول شفت بابا؟ شفت بابا؟ يعني شنو القضية؟ أكو حوار بين الأب والابن، الأب يقول له والله هذول مسلمين، ولا تصدق هذا الناصب الذي قاعد شنو يسوي لك فخ، هذا النص، ومن فخاخ النواصب. نعم بكل وقاحة يكذبون، بكل وقاحة إلى اليوم يعيدون عدو القرآن، مع أنه ألف مرة شافوا علماءنا مراجعنا عشرات المرات، طلعوا لهم القرآن الحقيقي قالوا لهم لعد هذا قرآنه، ما تعيدوا هذا الكلام، بس هذا ما يريد، هو ما يريد يسمعك أصلا، هو يريد يكذب، وهو فخ وهو ناصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الرواية الثانية، الإمام الكاظم عليه السلام، من أفضل عند الله من ألف ألف عابد؟ إحنا دا نحكي الإخوان اللي إجوا الآن وصلوا، دا نحكي عن الأحياء، من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الرواية عن الإمام الهادي، أشرنا إلى أهمية وعظمة العالم الذي يخرج الناس من الضلال. هذا ترى معناه أنه إخواني بعد محرم لازم يكون عندكم برنامج مطالعة، المحاضرات ما تكفي. العبد الفقير مهما حاولت الآن في هذه العجالة شقد أقدر أوصل الفكرة. بعدين هواي مطالب أكو حتى أنا ما أحملها، أنت يجب أن تذهب إلى الكتب، والكتب المعتبرة المهمة، وتطالع وتدرس حتى تدخل في إطار هؤلاء الذين هم الأفضلون في رواية الإمام الهادي، أو الذين هم ماذا؟ أفضل من ألف ألف عابد. شنو يعني ألف ألف عابد؟ يعني كم؟ مليون. ما يعبر الروايات أبد، ما أنا ما شايف رواية، ما أدري، ما شفنا كل الروايات، ما قرأت كل البحار. بعض العلماء عندهم توفيق يقرون كل البحار مرة أو مرتين، إحنا ما صار عندنا توفيق هذا، بس الروايات اللي شفناها بهذه الحياة اللي عندنا المختصرة، تجربتنا المختصرة، ماكو رواية تقول مليون. ألف ألف بمعنى عدد هائل، يريد يوصل لك فكرة أنه أصلاً ما إلى نظير هذا المقام. الإمام الكاظم عليه السلام فقيه واحد، فقيه واحد، فقيه، فقيه يعني ماذا؟ ينقذ يتيماً. لما نقول هذول أيتام ما تستغرب، هذا التعبير مو تعبير من جيبتنا من عندنا، لا، هذا التعبير تعبير حديث الإمام عليه السلام، من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. هذا مقطع من الرواية. لأن الدليل، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، الأنانية. العابد بماذا يفكر إخواني؟ بنفسه. أنا الآن أريد أذوق حلاوة حب الله، الآن أريد أقرأ الذكر هذا 300 وما أدري كم مرة، عندي ذكر أريد أسويه 40,000 مرة، يعيد الذكر، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك إني لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، يعيد إلى أن يدخل في حالة معنوية رائعة. هذا شو يفكر؟ شو قاعد يفكر؟ أنا ما أريد أقلل من شأن هذا العابد، هذا مهم، ولكن هذا العابد يفكر برقي نفسه. الإمام يعطيك الدليل، لأن العابد همه ذات نفسه، ولكن وهذا أي الفقيه همه مع ذات نفسه، ما خسران ذات نفسه، الفقيه يهذم نفسه
مو فقيه اللي يهذب الآخرين وما يهذب نفسه بكل معنى الكلمة. فقهاءنا يهذبون أنفسهم. فقهاءنا في بعض الأحيان، نقلت لكم السنة الماضية سنة كاملة السيد البروجردي يصوم سنة عقاب لعصبية صغيرة في الدرس بلا دليل، غضب على أحد الطلبة بلا دليل محكم، قال خلص أنا ناذر، سوى نذر، كان مسوي نذر سنة كاملة يهذب نفسه. أنا يوم أهذب نفسي؟ ولكن وهذا الفقيه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذه من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد ومن ألف ألف عابدة. هذا مقام الفقيه، فقيه واحد. آخر رواية، كان عندي روايات أخرى ولكن الوقت بعد يداهمنا لتعرج على المصيبة. الإمام الحسين عليه السلام، رواية مهمة من الإمام بأبي هو وأمي، قال لرجل: أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف أتنقذه من يده، أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ ثم قال الإمام: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب، إن الله تعالى يقول، هذا أهم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت تحيي إنسان من الموت، أو في الواقع هو الإحياء بمعنى مجازي، ترى هذا ما نقلت لكم، الطبرسي ينقل يقول الإحياء بمعنى المجازي، الإحياء بيد الله هو الذي يحيي، ولكن عندما يقول القرآن من أحياها، أحياها بمعنى المجازي مو إحياء الحقيقي. وهذا لنا كلام في هذا المعنى لعله نتطرق إلى في ليلة أخرى. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمان فكأنما أحيا الناس جميعا من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد. الإمام الحسين هذه نظرته. إذن الحسين سلام الله عليه لما خرج إلى كربلاء، إذا كان الشخص ذهنه فارغا من الناحية العلمية لم يفهم مسيرة الحسين، يقول لماذا أدى بنفسه وأهله وأولاده إلى الموت، لماذا؟ ولكن لم يفهم أن الإمام الحسين يريد إحياء ماذا؟ إحياء الروح الإيمانية في المجتمع، لا يريد إحياء شخص وشخصين، يفدي بنفسه لهذا الإحياء. وأنا وأنت بكل صدق، وأعرج للمصيبة، للمصيبة الآن أقول عبارة، وأنا وأنت وأسبق نفسي، جعل الله عواقب أمورنا خير، إن لم أحيي نفسي بعد ذكر الحسين فأنا مقصر تجاه الإمام الحسين. إن لم أغير في صفاتي، في خلقياتي، في أخلاقي، في فكري، فقد ظلمت بحق الحسين وكنت ظالما في حق الحسين سلام الله عليه. في مثل أول أيام المحرم، أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يوصون ويؤكدون على البكاء، يؤكدون على أهمية البكاء على الإمام الحسين. ولكن كما أشرت قبل قليل، البكاء بعد المعرفة، البكاء بعد المعرفة فيه عظمة كبيرة، لأن البكاء بعد المعرفة يجعلك إنسانا تغير مجتمعا وتكون أمة. حماد يأتي إلى الإمام الصادق يقول: سيدي ومولاي، أعيش في الغرب، في بلاد الغرب. الرواية موجودة، تقدرون ترجعون إلى حماد، يرجع إلى الإمام الصادق يقولون: إن مت ثم تموت وتحشر مع هؤلاء الكفرة. فسأله الإمام، مضمون الرواية أشير، فسأله الإمام: يا حماد، إن كنت ثم تدعو إلينا؟ قال: نعم. قال: وإن كنت في بلاد الإسلام تدعو إلينا؟ قال: لا. قال: يا حماد، إن كنت ثم تحشر ومت ثم تحشر أمة
ويسعى نورك بين يديك. إن كنت ثم، إن مت ثم تحشر أمة. ما معنى أن تحشر أمة؟ نعم، إذا حملت العقيدة والفكر وهذبت هذه النفس الدنية وأصلحت صفاتك الخلقية، ومن ثم بكيت على الحسين، بمعنى أن تثبت هذه الحقائق بنهج الحسين، بمدرسة الحسين عليه السلام، فإنك ستحشر أمة كما قال الإمام الصادق، ويسعى نورك بين يديك. هذا مقام من فهم ووعي خط الحسين سلام الله عليه. السلام عليك يا مظلوم، يا أبا عبد الله. يقول الإمام الصادق: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تقضي 10 أيام منه، وكان يطلب من الشعراء أن يرثوا الحسين بما جادت به قرائحهم، ويشجع الإمام قول الشعر في الحسين وفي رثاء الحسين، حتى أنه قال في الرواية المعروفة بنصوص عديدة: من أبكى فله الجنة، من قال في الحسين شعرا فأبكى أو بكى وجبت له الجنة. ويقول: ودخل عليه ذات يوم السيد الحميري. هذا الشعر عندما يدخل على الإمام الصادق ماذا يطلب الإمام منه؟ يقول: أنشدني في الحسين شعرا. وقام الإمام وضرب سترا لنسائه، هذا الستر الذي أنتم الآن عندكم قاعة خاصة بالنساء وفقكم الله لها. هذا المطلب مطلب مهم، النساء والأطفال يجب أن يسمعن، كذلك النساء والأطفال يسمعون مجلس الحسين. ضرب الإمام الصادق سترا، قام يا هذا السيد الحميري وقال: امرر على جدث الحسين وويله، فقل لأعظم الزكية يا أعظم ما زلت من وطفا ساكبة روية، ساكبة روية. وإذا مررت بقبري، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين، وإذا مررت بقبري. هذا الشعر قرأ على الإمام الصادق، اليوم أنت تسمع مصيبة قرأها شاعر عند الإمام المعصوم. وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة التقية، كبكاء محمد. وارتفع الصراخ من داره حتى أمرني بالإمساك. هذا موقف وموقف آخر، عندما أمر المنصور الدوانيقي إحراق باب الإمام عامله على المدينة أن يحرق باب الإمام الصادق، بيت الإمام الصادق. ذلك الرجل جاء بالحطب وأحرق باب الإمام، فبدما جرت النار
بالدهليز واحترق البيت في الغدر والإمام باكيا حزينا يا ابن رسول الله ليس هذا أول مصيبة تصاب بها فلما هذا الحزن يا ابن رسول الله هذا موقفي ولو قلب الزرايا. قال الإمام الصادق هنا الإمام الصادق يعلمني كيف أبكي على الحسين. قال الإمام الصادق لم أبكي لما وقع وإنما عندما احترق الدار وتراكضنا النساء من حجرة إلى حجرة من خباء إلى خباء تذكرت مصيبة جدي الحسين عندما تبكي نساءكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. فعاد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا هذا القليل. اللهم أخلص لوجهك الكريم عملنا يا كريم. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا واجمع بيننا وبين المصطفى وآل الأطهار. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك محمد والأئمة الأطهار عليهم السلام إلى أمواتنا أموات الحاضرين إلى من مات على الإيمان خصوصا الشهداء في عراقنا الحبيب في بلادنا الإسلامية الذين سقطوا في منى في كل بقاع الأرض إلى أمواتنا جميعا المؤسسين لهذا المسجد موتى المؤسسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.